تحمست الفنانة منى شلبي للقيام بدور البطولة النسائية في فيلم المغضوب عليهم، والذي تقدم نسخة مصرية منه بميزانية ضخمة، وتتولى شركة العدل جروب إنتاجه. الفيلم هيعتمد في أحداثه على الفيلم المغربي المغضوب عليهم للمخرج محسن البصري، والذي عرض في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي ولقى استحسان الجمهور والنقاد، وحصل أيضا على جائزة أفضل فيلم عربي. ومن ناحية أخرى، تستعد منى للوقوف أمام الفنان أحمد عز في فيلم خيال الظل اللي هيبدأ تصويره أوائل العام القادم. كان آخر أعمال منى كان فيلم بعد الموقعة مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله، والذي شارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي في الدورة الأخيرة. معنى ده بالذات اللي بيزله قوي، ده واحد من عيالته موقعة الجامعة، كان طالع في الفيديوز بتاعة الموقعة على اليوتيوب، اتضرب ضرب شفته عاملوه برزالة ما ادولوش أكل لحسن عشان راح التحرير، فصعب عليكي كلنا اتحرشنا. حاجة تخوفني، وعديني ما تروحيش تشوفي تاني. ايه حكاية الهرم؟ سمعت انك رايحة جاية على الهرم. انت رايحين تضربوا الثورة. يعني ايه ثورة يا زريم؟ فاهمين؟ لا هنا كلمة مجامي ومجامي هو ده.